والزميل عبد العزيز بن سالم العطوي يتابع معكم منافسات هذا الشوط. للزميل سلطان السعيدي وإلى بقية الزملاء الذين سبقوني بالوصف والتعليق. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا مشاهدين متابعين الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم وحضرتم في هذا المساء الكبير، في هذا المساء المغاير، في هذا المساء الماطر، في هذا المساء الجميل، مساء يوم الاثنين الموافق 13 من شهر مارس لعام 2023، حيث نأتي هذا اليوم يوم انطلاقة وتحديات سن الحيل والزمول. يوم هو يوم من قبل أيام ختام المهرجان، يوم يفصل عن اليوم الكبير، يوم يفصل عن يوم الحلم في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله. انطلق هذا الشوط ليبدأ بداية مع مقدمة الأسماء، أتابع من تحتل المركز الأول، من تنتحر من دون هذا المركز، من تنتحر من دون المركز الأول. مسلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري مقدم لنا انتحار، انتحار انتحار على المركز الأول. المركز الثاني أتابع القدوم والحضور من قبل الأسماء الواصلة، وصل العطية، وصل العطية ليقدم لنا برقية، عبد العزيز بن محمد بن خالد العطية من يدفع لنا ببرقية على المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع في هذه الأثناء القدوم والوصول من شعارك يا بروس، مقدم لنا شرارة سالم بن قريع بن سالم بروس العامري، يدفع لنا في هذه اللحظات بانطلاقة شرارة، شرارة شرارة من انطلقت إلى المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الحضور من قبل بابل، بابل بابل حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يقدم لنا بابل الواثق، يصل ويقدم لنا بابل كما قدمه غيهبان في شوطنا الرئيسي وشوطنا الأول في هذا المساء. ينطلق من جديد بشعاره الكبير، بشعاره الناصع بالإنجازات، بشعاره الذي اعتاد على السيوف، بشعاره الذي اعتاد على الرموز في كل دار. ينطلق بن غدير على المركز الرابع، المركز الخامس أتابع الحضور، مرحبا بك يا بن رملي، يقدم لنا المتحدة محمد بن رملي بن مطر العامري، مقدم لنا المتحدة على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء، الخمس المراكز الأولى وما بعد الخمس هي أسماء رنانة، هي شعارات قادمة من أجل الانتصار، قادمة من أجل الفوز، ولا شيء غير الفوز في هذا اليوم الكبير، في هذا اليوم البهيج، في هذا اليوم المغاير 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 يا راعي انتحار. في هذه الأجواء الماطرة تمطر وحس ان الثرى اصبح عطر ويصير احلى شيء في الكون السحاب، جو المطر، ريح المطر، وقع المطر، يا رب سق يا رحمة لا سق يا عذاب. العودة الى انتحار، انتحار يا بن قريع،
سالم بن قريع بالروس العامري مقدم لنا انتحار على المركز. او هنا سالم، هنا يقدم سلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري يقدم انتحار على المركز الاول. المركز الثاني شرارة شرارة شرارة، سالم بن قريع بن سالم بالروس العامري من يدفع لنا بشرارة على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث لأتابع الحاضرة لأتابع المتحدة المتحدة يا بالرملي المتحدة يا بالرملي. محمد بالرملي بن محمد بن مطر العامري يقدم المتحدة على المركز الثالث. المركز الرابع شعار المدهش يصل في هذه الانطلاقة ليقدم لنا أوزان سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يدفع لنا بأوزان على المركز الرابع. بينما المركز الخامس أتاب وتابع الحضور والانطلاقة مع برقية لعبد العزيز بن محمد بن خالد العطية يدفع لنا ببرقية على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى للخمس المراكز المنطلقة الباحثة عن هذا الانتصار الباحثة عن هذا الفوز الكبير. ويا من تريد الفوز، يا من تريد الانتصار، انطلق نحو الانتصار، انطلق نحو انتحار. الله 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 الله، اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، لا تقنع الا بالصدارة، لا تقنع الا بالمركز الاول، لا تقنع الا بالانتصار. وأي انتصار هذا؟ هو الذي يأتي في هذا المهرجان، في مهرجان من أكبر المهرجانات بل من أعتاها، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. انطلقت انتحار، انطلقت انتحار. أم سلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري، النوبي العامري مع المركز الأول، ولكن شرارة شرارة على المركز الثاني. تنطلق على ثاني الأسماء، يقدم لنا شرارة في هذا الانطلاق الكبير سالم بن قريع بن سالم بالروس العامري. بالروس ينطلق، يقدم لنا في هذه اللحظات شرارة 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 على المركز الثاني. ولكن الحضور، أتابع الخطير، أتابع الشيء الخطير، أتابع بالرملي ليقدم المتحدة. المتحدة من تحضر؟ المتحدة يا بالرملي. هنا يتقدم، هنا محمد بالرملي بن محمد بالرملي العامري مقدم لنا في هذه اللحظات انطلاقة المتحدة على المركز الثالث. المركز الرابع المدهش وابن السلطنة، المدهش يتسلطن، المدهش يستعرض ليقدم لنا أوزان سالم بن عامر. المدهوش مقدم لنا أوزان على المركز الرابع. المركز الخامس من؟ الواصل المدينة، المدينة تصل، ولكن من وصلت أيضا؟ الشبلة لسعيد بن سهيل بالزفنة. الحرسوسي يتقدم ويقدم لنا الشبلة، الشبلة على المركز الخامس. ولكن المدينة، المدينة المدينة المدينة، وعاشق الزعامة دائما، عاشق الزعامة دائما، موسى بن عبد العزيز الموسى يتقدم ليقدم لنا المدينة كما قدم زاخر في يوم الأمس وقدم العديد من الأسماء الرنانة. ولكن لنا العودة، لنا العودة إلى أمتار الانتحار، إلى أمتار الانتحار. الله الله، كيلو متر، كيلو
متر عن خط النهاية، كيلوين متر فاصلة عن الفوز. يا راعي انتحار يا النوبي العامري، هنا يقدم لنا انتحار مسلم بن بخيت بن ناصر. النوبي العامري يدفع لنا بانتحار، ولكن المدينة، المدينة بشعارها الأزرق والأبيض، المدينة بشعار الزعامة موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، ولكن شرارة، شرارة مع المركز الثالث سالم بن قريع بن سالم. بالروس يتقدم، بالروس يظهر المتحدة من الجانب الآخر، بالرمل يتحرك، وكذلك العطية شعار المشاغب يقدم لنا برقية، برقية 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 برقية. الله الله، الأمتار الأخيرة، الأمتار، الأمتار النهائية، ولكن غيرت برقية، برقية مع المركز الأول. برقية يا عبد العزيز، يا بن محمد، يا بن خالد، يا العطية، يقدم لنا برقية في هذا الانتصار الكبير، في هذا التحدي الكبير، في هذا التحدي الكبير، وفي هذا الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، الكيلو الكبير. برقية وكذلك القدوم مع الشبلة المتحدة تنتفض يا بالرملي لتعود إلى صلب المنافسة. المتحدة من الجانب الآخر، شرارة عادت، شرارة عادت، والمدينة، المدينة من الجانب الآخر، ولكن بالرملي، 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 محمد بن مطر بالرملي العامري يقدم المتحدة، المتحدة مع المركز الأول، المتحدة مع الانتصار. هذا من زعزع الميادين، هذا اللي سبب الضجيج، ولكن أوزان، أوزان المدهش، 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 أدهش الجماهير، أدهش الكل، وهنا يتسلطن، يتسلطن ابن السلطنة. شكرا يا المدهش على هذا الحضور، على هذه النوعية. سالم يا سالم يا سالم، وعساك دوم سالم، سالم بن عامر المدهوشي، المدهش دائما في عالم الأصالة. سلام يا السلطنة، سلام، سلام يا المدهش، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني، كان الوصول مع دجلة لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث، حضرت شرارة لسالم بن قريع بن سالم بالروس العامري مع هذا الفوز. مع المركز الثالث، المركز الرابع، حضرت برقية لعبد العزيز بن محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، حضرت على خامس الأسماء الشبلة لسعيد بن سهيل بالزفنة بن سهيل الحرسوسي. إذن تهانينا والناموس لمالك أوزان سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، ليذهب السلام إلى أبناء السلطنة مع المدهش. 12 دقيقة 45 ثانية، 85 جزءا من الثواني. سلام يا المدهش، سلام. المركز الثاني، كان الوصول والانطلاقة مع دجلة على ثاني الأسماء سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. 12 دقيقة 47 ثانية و19 جزءا من الثواني. شرارة من حل ثالثا سالم بن قريع بن سالم بالروس العامري. 12 دقيقة 47 ثانية، 41 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس للجميع. الكلمة والماك تنتقل في هذا الشوط للزميل مسعود الحريري.